وبعد ابتعاد الحاجرة وروا بدون شك لا أقلل من قيمة المترشح جهيد زبزاف. مع هذا نحن نسعى بالجانبين حتى يعني الحضور، لأن مهمة رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم نحن في أمس الحاجة للالتفاف إيجابيا لتطوير كرة القدم الجزائرية والخروج من بعض الأخطاء الذي لا أقول بأننا سنصلح أخطاء الكرة الجزائرية، وعلى الأقل نكون يعني لدينا الطموح ولدينا المشروع والنظرة على أن نصحح ونطور المنظومة الرياضية وخاصة كرة القدم في الجزائر. أما فيما يخص الفريق الوطني أعتبر أن الطريق مختصر، لأنه مختصر نظرا لشخصية المدرب، لأنه يتكفل بكل صغيرة وكبيرة فيما يخص الجانب الفني للفريق الوطني.